السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين. 7 سنوات انقضت من عمر ثورة الشبابية الشعبية السلمية، 7 سنوات ولا تزال جذوة التغيير مشتعلة ولا يزال ثوارها حاملين لواء النضال وإن تبدلت الأدوات. كثير من المتغيرات طرأت بين 11 من فبراير 2011 من وأيضا 2018، وبينهما يمكن الحديث عن منجزات ثورة التغيير ويحق للآخر الحديث عما يعتبره إخفاقات، إلا أننا لا يمكن أن نتجاوز المعوقات التي اعترضت ولا تزال طريق التغيير في اليمن وأعاقت بشكل مباشر مسيرة التغيير، والتي يأتي في مقدمتها سلطة عفاش العميقة والثورة المضادة التي لقيت دعما قويا من قوى إقليمية. يمكن وبكل ثقة الحديث عن أن ثورة التغيير في اليمن طوت وللأبد مشروع التوريث وأسقطت نظام الفرد الحاكم وفتحت الباب واسعا للشرعية الدستورية بمجيء الرئيس عبد ربه منصور هادي بديلا لسلفه الذي استأثر بالحكم 33 عام. وقد أدت ثورة التغيير إلى حوار وطني شامل رسم ملامح المستقبل ووضع حلولا لها، كما أسست لثقافة حقوقية ومفاهيم سياسية جديدة. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش فبراير الثورة بين الطموح والواقع، بينما كان يطمح له شباب الثورة وتعقيدات الواقع الذي أعاق بشكل أو بآخر مسيرة الثورة حدا جعل البعض يتحدث عن ما يصفه إعادة تصحيح المسار. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. سيكون معنا الناشط السياسي رشاد المخلافي، وسيكون معنا أيضا من عدن الناشط والصحفي عبد الرقيب الهدياني، وكذلك من إسطنبول الناشطة في الثورة الشبابية نادية عبد الله. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ رشاد المخلافي عبر الأقمار الصناعية من مأرب. مرحبا بك أستاذ رشاد. أهلا وسهلا، مرحبا فيك. أهلا مساء بك. مساء الخير. مساء النور. 7 سنوات منذ انطلاق ثورة 11 من فبراير، برأيك أستاذ رشاد ما الذي أنجزته ثورة فبراير حتى اليوم؟ طبعا عندما تتحدث عن 11 فبراير لا يمكن أن يكون، يعني ما قبل 11 فبراير ليس ما بعد 11 فبراير. 11 فبراير عمقت وعي، هناك جذوة ثورة، هناك وعي حقوقي، هناك وعي ثوري داخل المجتمع، هناك أوجدت انتماء وطني واسع. كنا نلاحظ إذا لو رجعنا قليلا إلى الثورة، نحن نقع في محيط إقليمي ممانع لقيام دولة في اليمن. يبدو أن نحن تعرضنا لكثير من النكسات، و11 فبراير هي امتداد لثورة 26 سبتمبر. ولو عدنا للوراء قليلا لوجدنا 26 سبتمبر التي خاضت حروب شرسة لثمان سنوات من قبل الثورات المضادة، والتي كانت تحظى بدعم إقليمي ودولي على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة ودول الإقليم التي ساندوا الملكيين، والتي راح ضحيتها أكثر من 200,000 شهيد، لكنها انجزت وصلت إلى ثم جاء حصلت لها محطات إخفاقات. في 67 5 نوفمبر تم الانقلاب على ثورة 26 سبتمبر، وعدت صياغة الوضع الواقع السياسي من جديد، دخل فيه العنصر الملكي كشريك في السلطة والثورة. هناك تعرض الثوار الحقيقيون لعملية تصفية واسعة في أحداث 8 أغسطس 68، ولعلنا ندرك جاءت فترة الحمد لإعادة مسار الثورة وتصحيحها إلى وضعها الصحيح، لكن نعرف نهايته، نهاية الاغتيال البشع الذي تعرض لها، وهي نفس الأدوات التي حكمت لحقبة علي عبد الله صالح، والتي كانت انتكاسة للثورة وللدولة وللوطني وللمفاهيم الوطنية بشكل عام. عاد حكم البلاد بمراكز قوى ونفوذ استأثروا بالسلطة والثروة، وأفرغ الجمهورية والثورة من كل مضامينها ومحتواها.
وصل الشعب إلى طريق مسدود وإلى أفق مسدود تماما، حتى جاء 11 فبراير هذه الثورة العظيمة التي أعادت ألق الجمهورية وأعادت ألق 26 سبتمبر. هذه الثورة التي كان انخرط فيها جميع الشعب بكل فئاته، بكل شرائحه الاجتماعية، بكل مناطقه، ولولا وتعرضت لمؤامرة وما زالت تتعرض لمؤامرة كبيرة جدا إقليميا ودوليا وداخليا أيضا من نظام صالح والحوثي الإمامة التي كانت تشكل الدولة العميقة داخل دولة صالح خلال 33 العام. هذه الثورة ما زالت جذوتها متقدة، هذه الثورة التي أسست إلى سلوك سلمي حضاري أبهر العالم. ولعلي أستطيع أن أتحدث عن مناطق، أنا لن أتحدث عن تعز هذه الأيقونة، هذه القلعة الثورية والجمهورية الصامدة، هذا الفضاء الجمهوري الرحب الوطني حاملة المشروع الدولة والثورة والدولة والوحدة. لكن سأتحدث عن مناطق كان سلوك فبراير جسد فيهم، مثلا على مستوى محافظة صعدة شهدنا الناس الذي كيف تركوا السلاح وواجهوا الرصاص بصدور عالية، كذلك في البيضاء. هذه ثورة 11 فبراير خلقت وعي جماهيري، خلقت انتماء برغم ما تتعرض له من ثورات مضادة كبيرة إقليمية. طيب أستاذ رشاد، من يحملون ثورة فبراير تبعات ما حصل من الانقلاب وحتى اللحظة، رغم أن ثورة فبراير كانت هي ثورة سلمية وخرج فيها معظم الشعب، وهذه الثورة لم تقطع شجرة ولم تسقط مؤسسة الدولة ولم يعني تترك أي يعني معاول هدم ضد مؤسسات الدولة أو ضد يعني أي قطاع واسع في المجتمع. اليوم نرى نقمة على ثورة فبراير ويحملون كل أخطاء الانقلاب على ثورة فبراير، ما رأيك؟ أنا أحمل أولاً النخب السياسية التي لم تكن عند مستواها، عند مستوى الحداث، عند مستوى الثوار فبراير، هذه النخب المهترئة والأحزاب السياسية الهارمة التي شاخت، لم تستطع، قد سلمت الملف تماماً إلى دول الإقليم وهي دول الخليج العربي ومن بعده الولايات المتحدة والدول الغربية. هناك ثورة مضادة، هناك تشويه، هناك عملية تشويه ممنهج، هناك حملة إعلامية كبيرة تنال من الثورة، وكل من يتحدث عن ثورة 11 فبراير أو مساوئ أو يحمل أي مساوئ لثورة 11 فبراير إنما هو يحاول التستر على جرائم الميليشيات الحوثي، التستر على فضائح فساد توغل في المجتمع، فساد نظام صالح الذي أنهى الدولة ودمر مؤسسات الدولة وشوه مؤسساتها، وأستطيع أن أقول أنه أنهى وجودها في المجتمع. لذلك هناك تشوه حقيقي حاصل، هناك استغلال للوضع الجهل الموجود. أيضا الثورة لدينا منطقة، مثلا لو تكلمنا عن صنعاء، عن الحزام القبلي، هذا الحزام الممانع لقيام الدولة، لقيام الثورة، لقيام الدولة، لوجود دولة حقيقية، ظل طوال التاريخ ممانع لأنه مرتبط أصلا ارتباطا وثيقا بما قبل 26 سبتمبر، بالسلالة، بالإمامة، بنظام الإمامة، بالهاشمية السياسية التي نقرت. ولكن كما تعلم ربما كان الحامي الأول في لكن كما تعلم أستاذ رشاد، حتى لا نظلم هذه المناطق، ربما كان من أول من وقف مع ثورة الشباب السلمية هو هذا الحزام القبلي في أرحب وفي الحيمة، أو يعني بشكل عام يعني المناطق حول صنعاء كانت مؤيدة للثورة وكانت من أوائل من انضموا للثورة ودافعوا عن الثورة. أنا أتكلم عن قيادات هذه المناطق بشكل واضح أنها كانت انتهازية نفعية، لم تنتصر يوما لأي قضية وطنية. أنا لا أتكلم عن أفراد، هناك أفراد بالجبهات من أرحب، من همدان، من كل مناطق الحزام القبلي، لكني أتكلم عن القوى اللي كانت مؤثرة وفاعلة بعد إقصاء جزء من أنضم إلى الثورة.
هذه القوى الانتهازية فقط، أما أن جماهير هذه المناطق أو الحزام القبلي هناك جزء لا بأس، لكن أتكلم أكثر عن الغالبية العظمى، عن السواد الأعظم الذي انخرط في حملة ضد الثورة وضد الجمهورية. يا أخي نحن أستطيع أن أقول بكل مرارة علي عبد الله صالح أفرغ الجمهورية تماما وتآمر عليها، والآن هناك محاولة لإعادة إنتاج مخلفاته، وهذه المخلفات البائسة لا يمكن أن تعود على الإطلاق. ثورة 11 فبراير موجودة، ثورة 11 فبراير في الجبهات، هناك أكثر من 85% من قوام الجبهات من 11 فبراير، من شباب 11 فبراير، هؤلاء المناضلون الذين وصلوا إلى عمق صنعاء، على أبواب صنعاء. لا يمكن هؤلاء بإمكانياتهم البسيطة، لكنهم يمتلكون قضية، يمتلكون وعي، يمكن تجاوزة الأحزاب السياسية والنخب المهترئة، هذه الهزيلة التي سلمت الملف برمته إلى الإقليم، والإقليم طبعا هو ضمن القوى الممانعة والتي حاربت 26 سبتمبر أصلا. نعم. نحن يا أخي نبحث عن دولة، نحن تعرضنا لحكم أطول سلالة في التاريخ، أكثر من 1000 عام، صدرت هوية المجتمع، اليمنيين صدرت وجودهم، صدرت كرامتهم، حتى أنه وجد أنه يعني أستطيع أن أقول أنهم وصلوا إلى مرحلة أن يقولوا أن هذا الشعب بلا كرامة، وهم الكرامة وهم السادة وهم الحكام وهم النافذون. طيب صدر الشعب، استعبد الشعب تماما. نعم. طيب استاذ رشاد، اسمح لي ان اشارك معنا في الحديث. نعم. ترفعا على الاطلاق. نعم استاذ رشاد، اسمح لي ان اشارك معنا في الحديث من اسطنبول، الناشطه في الثوره الشبابيه أطلع. السلميه ناديه عبد الله، مرحبا بك استاذه ناديه. مرحبا بك يا استاذ بشير. اهلا بك استاذه ناديه. 7 سنوات منذ انطلاق ثوره 11 من فبراير، برايك انت كاحدى الناشطات واحدى شباب فبراير، ما الذي حققتموه حتى اليوم؟ طبعا الثورات، البعض يستعجل بنتائج الثورات ويستعجل بتحقيق أهدافها. أي ثورة تقوم ضد الظلم ضد الاستبداد، تقوم من أجل الديمقراطية ومن أجل بناء دولة، تحتاج الوقت الطويل حتى يتم تفكيك النظام السابق، حتى يتم القضاء على كل الطغاة والمجرمين. ليس من السهولة تفكيك المنظومة الأنظمة السابقة. فنظام علي عبد الله صالح كما نعلم جميعا أنه كان هناك الكثير من الأمور المعقدة، واليوم نعاني نحن جميعا نعيش في هذه الفترة الثورات المضادة الذي قادها الحوثي بالتحالف مع نظام علي عبد الله صالح. اليوم الميليشيات في جميع أنحاء اليمن، وكل هذه الميليشيات هي المقاومة ثورة 11 فبراير ومقاومة ومحاولة إشهاد ثورة 11 فبراير ومحاولة إشهاد أهدافها. اليوم شباب الثورة جميعا أو كل من خرجوا في ثورة 11 فبراير اليوم في جبهة واحدة مع الدولة ومع الشرعية في جبهات القتال من أجل إشهاد هذه الثورة المضادة التي قامت ضد 11 فبراير. نعم، الثورة المضادة التي تحدث عنها والتي قادها يعني الحوثيون بتعاون مع قوات صالح، الآن يقول الكثير يتحدث بأن أنتم من جلبتم هؤلاء الحوثيين وأخرجتمهم من كهوف صعدة واستقبلتهم في الساحات، والآن تجنوا ثمرة ما عملتم. إلى أي مدى يعني هذا الطرح يعني ممكن، وكيف تردون عليهم؟ هذا طرح يعني بعيد كل البعد عن الحقائق. عندما جاءوا الحوثيين إلى ساحة التغيير، عندما جاءوا في بداية 2011 جاءوا بدون سلاح. نحن كشباب ثورة علمنا الحوثي أن يضع سلاحه هناك في كهوف صعبة، وأجبر أن يترك سلاحه في تلك الكهوف، وأدخلناه صنعاء سلميا، أدخلناه إلى ساحة التغيير سلميا، علمناه كيف يناضل من أجل حقوقه بطريقة سلمية، كيف يرفع لوحة، كيف يهدف معنا من أجل بناء يمن الجديد. هذا ما أجبرناه ميليشيات مسلحة، أجبرناها للدخول إلى ساحة التغيير سلمية، لم نسمح لها بدخول حتى سلاح شخصي، سلاح الشخص البسيط لم نسمح بدخوله إلى ساحة التغيير. أما علي عبد الله صالح ونظام علي عبد الله صالح والثورة المضادة، جابت الحوثي إلى وسط صنعاء على ظهر الدبابة، تم تسليمه معسكرات الدولة، تم دعمه من قبل الحرس الجمهوري التابع لعلي عبد الله صالح، وأدخلوه إلى وسط صنعاء، أدخلوه على ظهر الدبابة. أما نحن كشباب ثورة بالعكس، أجبرنا تلك الميليشيات على ترك أسلحتها في صعدة والدخول للحوار، الدخول إلى ساحة التغيير سلميا. الخطأ الكبير الذي ارتكبته الدولة عندما سمحت للحوثي المشاركة
في الحوار الوطني وهو لا زال يمتلك السلاح. هنا الكارثة التي حصلت وهنا البداية بداية الحوثي عندما كانت عندما سمحت بعض الأحزاب السياسية وعندما سمحت الأحزاب السياسية القوى السياسية والدولة بدخولهم وجمال بن عمر بدخول الحوثي ضمن الحوار وهو لا زال ميليشيات، كان يجب إجباره على تسليم سلاحه للدولة من ثم دخوله في الحوار. أما نحن كشباب الثورة بالعكس، نحن من علمنا الحوثي كيف يظاهر سلميا وكيف يطالب بحقوقه بشكل سلمي، ومن دعمه على ظهر دبابه وادخله على ظهر الدبابه تسلم له معسكرات الدوله معسكرات بنيت لاكثر من 33 سنه هو علي عبد الله صالح وانصاره. نعم. طيب الان استاذه ناديه، بعد سبع سنوات الان من عمر الثوره، ونحن الان يعني شباب الثوره بما وايضا مختلف اليمنيين يقودون هذه المعركه، معركه ضد الانقلاب بسعاده الدوله، هل لا زالت اهداف فبراير كما رسمتوها في البدايه؟ هل لا زلتم متمسكون بهذه الاهداف وماضون في تحقيقها ام لا؟ اهداف فبراير هي جاءت استكمال اهداف ثورتي 26 سبتمبر وثوره 14 اكتوبر، جاءت تطالب بدوله ديمقراطيه، جاءت تطالب بدوله مدنيه، واليوم ما يحدث اليوم من الدفاع عن الشرعيه والدفاع عن الدوله والدفاع عن الديمقراطيه الا 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 الدفاع عن هذه عن اهداف هذه الثوره العظيمه، ثوره 11 فبراير العظيمه بعظمه هذه الاهداف التي جاءت من اجلها، طالبت بالعداله، طالبت بالحريه، طالبت بنظام ديمقراطي حقيقي داخل اليمن، وفعلا لاول مره يحصل في تاريخ اليمن لمده 33 سنه ان يتم تسليم السلطه الى شخص خارج كليا عن المنطقه وعن الطائفه وعن المذهب. هنا تجسدت فعلا ان يوجد رئيس جديد ليس من 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 ما يسمى المركز او ما يسمى المركز المقدس. نعم. رئيس تطبقت عليه شروط الديمقراطيه. اليوم معنا رئيس وزراء من حضرموت، معنا نائب الرئيس من اقليم ازال، ومعنا رئيس الجمهوريه من اقليم عدن من ابيان. هنا يتجسد المشروع الوطني الحقيقي. نعم. طيب استاذ ناداء ابقى معي وايضا الاستاذ رشاد، سنذهب الان مشاهدينا الكرام نتابع هذه التصريحات الميدانيه عن ثورة فبراير في ذكرها السابعة، ما الذي تحقق، أين نجحت وأين أخفقت. نستطلع وجهة آراء لمجموعة من كانوا مشاركين في هذه الثورة، ومن ثم نكمل الحديث، ابقوا معنا. تمر علينا الذكرى السابعة لثورة فبراير، هذه الثورة المجيدة التي انتفض فيها شعبنا اليمني ضد الظلام، ضد حكم طغى على اليمن ل 33 سنة. مرت سبع سنوات على انتفاضة شعبنا اليمني، ولازلنا حتى اللحظة واقفين صامدين متمنين من حكومتنا ومن شرعيتنا أن يتم تحرير تعز، ويعتبر هذا الشيء مطلب ثوري لكل أبناء فبراير وكل شباب فبراير وشيوخ ونساء فبراير. طبعا ثورة 11 فبراير ثورة عظيمة حقيقية كانت، أنا أعتبرها شخصيا أعظم من ثورة 62، لأنها خرجت ضد الظلم وطغيان عفاش، هذا الذي ظلم وأفسد أخلاق الشعب وانتهك حقوقنا كاملة خلال فترة حكمه، فهي ثورة شبابية شريفة حقا، خرجت مناضلة، خرجت للسعي نحو التغيير الأفضل، نحو التغيير للعيشة الكريمة التي كنا ننشدها. خرج شبابنا وانا احد الجرحى التي خرجنا نسعى نحو تغيير معيشتنا، لان نحن ظلمنا حقيقه، يعني انا اعتبرها على مستوى العالم باكمله في اليمن نحن ننتهك انتهاك شديد من قبل هذا الظالم عفاش. ففي المناطق المحرره الان في اليمن التي تعتبر امتداد لثوره 11 فبراير، يكفينا فخرا ان الانسان اليمني حقق كرامته وحريته بصرف النظر عن المعوقات الاقتصادية اللي تواجهنا. يكفينا إننا قلنا للحوثي وأمثاله لا. خرجنا في ثورة 11 فبراير لإسقاط النظام الفاسد والمحسوبية والأسرية، ونجحنا بإسقاط النظام، ولكن الآن علينا تصحيح مسار الثورة، لأنهم من تسلقوا عليها اللصوص والحرمية. ما يشوش الثورة تنجح ولا يشتوا أهداف الثورة تنجح، ولكن إحنا لهم بالمرصاد وسنخرج بثورة جديدة. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن تابعنا هذه الآراء حول ثورة فبراير، وربما أبدأ معك أستاذ رشاد من آخر تصريح من هذا الشيخ الذي كان من ثوار فبراير وقال أسقطنا النظام لكن لازلنا نبحث عن الاستمرار في التغيير. والكثير يتحدث فعلا ثوار فبراير أسقطوا رأس النظام لكنهم لم يغيروا النظام، و
ما آلت إليه الأوضاع هو نتاج لعدم استمرار عملية التغيير بعد إسقاط رأس النظام. للأسف احنا قلت لك تآمر علينا حتى رفاقنا في الثورة اللي هي النخب لم تكن عند مستوى التضحيات الثوار ولا تحمل تلك الثورية الحقيقية. هذه الأحزاب التي أستطيع أن أقول أنها نخرت من قبل السلاليون، هذه الأحزاب كانت مهترئة، سيطر عليها مجموعة من انتهازيون ومجموعة من منتفعين لم تحمل القضية الوطنية محمل جد. أنا لا أحملها كل شيء، لكن أيضا للشباب أن تركوا الملف بهذا الشكل أخطأ. لكن أشتي أقول أرجع إلى نقطة أساسية يا أخي، ثورة 11 فبراير من أعظم الثورات في الربيع العربي، ثورة 11 فبراير اليمنية من أعظم الثورات الربيع العربي على الإطلاق، لأنه حاجة ملحة. أنت أمام ثقافة، أنت أمام 1000 سنة من الاستبداد والتغييب والتشويه والإلغاء، إلغاء حتى وجودك. أنت أمام 33 سنة أيضا من الفساد والإفساد والتدمير الذي طال الحياة برمتها في عهد عفاش وما قبله. إذا ثورة 11 فبراير تواجه ثقافة متجذرة، ثقافة العبودية، ثقافة السلالية، ثقافة الاستعلاء، ثقافة الفساد والإفساد. لذلك ستظل تناضل ثورة 11 فبراير ثورة عظيمة، ثورة تحمل مبادئ، ثورة تطمح إلى بناء الدولة، دولة المواطنة، دولة العدالة، دولة القانون، الدولة التي لم نعرف في شكلها، لا حتى الدكتاتوري لم نعرف شكل الدولة على الإطلاق. الآن ما زال الشباب يناضلون، ولا يمكن أن أستطيع أن أقول لك بكل صدق ومن خلال ما شاهدته في مختلف الجبهات، لن تستطيع الثورات المضادة على الإطلاق تجاوز هذا الزخم الثوري، تجاوز هذا الطموح، تجاوز هذه الإرادة الموجودة والمتمثلة في شباب 11 فبراير. نعم، ربما لم تنجح هذه الثورات يعني أن تطغى على هذا الزخم الثوري ويعني تنهي هذا الزخم الثوري، لكن كما تعلم نجحت إلى ضياع البلاد. أستاذ رشاد، كما تعلم الآن دخلت البلاد في حرب، البلاد بدأت هناك المطامع كثرت، أنتجت الآن واقع ربما مأساوي جدا، والكثير يحملون كل التبعات ثورة فبراير. لماذا لا يتم يعني تحميل المشكلة من كان السبب فيها؟ مثل ما تحدثت أنت سابقا، يعني ثوار فبراير يعني خرجوا بثورة نقية سلمية لم تقصي أحد، خرج معظم يعني الشعب اليمني سواء من مهندسين، من دكاترة، من مدرسين، من عامل، من الجميع شاركوا في هذه الثورة. لكن الآن هذه الثورة المضادة تحاول يعني هالة إعلامية ومطابخ إعلامية كبيرة تحميل فبراير كل المشاكل وكل التبعات. أنا أعتقد أنه صحيح كما قلت أن الوضع الآن خطير وإلى حد ما يعني، وأعتقد أنه هناك قوى إقليمية ودولية تشارك من ضمنها إيران يعني منتجعين يشاركون في ثورات مضادة في تدمير الثورة اليمنية، ثورة 11 فبراير، في تقسيم البلد. هناك مشروع للأسف الأشقاء يذهبون إلى تشكيل كيانات ونتوءات خارج إطار الدولة، خارج إطار الشرعية لأضعف الشرعية. لكني أقول أن وسط هذا الركام القراب ما زال الشباب متماسك، ما زال الفبرايريون موجودين على الأرض، وهناك نداء سيتم وسيتجمعون من أجل مواجهة هذه التحديات والمخاطر. الثورة 11 في الثورات لا يمكن أن تقاس في سنة أو سنتين أو 3 أو 4. الثورة اليمنية ثورة 11 فبراير تواجه اعتداء صارخ، تواجه كم هائل من الثورات، من المؤامرات، من تحاك ضدها كثير من المؤامرات من الداخل ومن الخارج. لذلك لا يمكن أن تقاس إنجازها بيوم أو يومين. أستطيع أن أقول ما ذهب إلى تقسيم البلاد أو إلى محاولات وجود هذا التشوه وهذه الاختلالات وهذا الوضع الخطير هو النظام السابق عفاش، والنظام الإئمة والنظام السلالة اللي يعود إلى ما قبل 26 سبتمبر. ثورة الشباب لا تتحمل هذه الأخطاء على الإطلاق.
هذه مؤامرات داخلية قادها نظام عفاش، قادتها الدولة العميقة التي كانت تمثل الهاشمية السياسية التي شوهت مؤسسات الدولة وألغت وجود الدولة أشكرك. على الإطلاق يعني. نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي الأستاذ رشاد المخلافي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وأعود إلى اسطنبول مع الناشطة الشبابية في ثورة الشباب نادية عبد الله. نادية، الآن من يتبرؤون من فبراير ويكتبون ربما ويعلنون مواقفهم بأنهم كانوا من قادة فبراير وأصبحوا الآن يتبرؤوا من فبراير ويعتبرونها أنها غلطة في حياتهم، ما هي رسالة شباب الثورة لهؤلاء المتسلقين والذين يدعون بأنهم كانوا قادة فبراير وفبراير بريئة منهم؟ أولا من يدعي ذلك فهو لم يكن أصلا من ثوار 11 فبراير، بل كان من ظنوا أن المستقبل، أو من ظنوا في تلك اللحظة أن هناك مكاسب أو هناك غنيمة سيغتنمها ثوار فبراير، فقفز من السفينة قبل أن تغرق لمصالح شخصية ومصالح سلطوية. وعندما رأوا أن الموضوع لم يكن لشباب الثورة يريدون مناصب ويريدون ذلك، قاموا اليوم يعلنون تبرؤهم من ذلك. وأريد أيضا التعليق على نقطة أنت وضعتها قبل قليل، من يتهمون أن ثورة فبراير هي سبب كل هذا الدمار في اليمن. اليوم عندما نعود إلى 2011، نعود إلى 2012، ففبراير هي من جابت أولا نقل السلطة بشكل سلمي، وثانيا فبراير جمعت جميع اليمنيين من كل أطيافهم على طاولة الحوار، وخرجت وثيقة لا يشعر بقيمتها أو لا يقدر قيمة هذه الوثيقة إلا الوطنيين الشرفاء من أبناء الوطن. وثيقة الحوار الوطني الذي أعطت أو عادت توزيع السلطة والثروة على جميع أبناء اليمن. هذه نتائج ثورة فبراير. نتائج ثورة فبراير أنها أسقطت رأس النظام، نقلت السلطة من رأس النظام، جمعت اليمنيين جميعا على طاولة الحوار، خرجت بوثيقة كانت هي الوثيقة أو المسودة الأولى للدستور. هذه نتائج فبراير. أما الثورة المضادة هي لمن انقلبت على كل ذلك وجلبت الدمار والخراب إلى اليمن كامل. طيب أستاذة نادية، الآن ربما البعض يتساءل، صوت فبراير الحامل الآن لثوار فبراير أين هو الآن؟ يعني ربما أصبح الوضع الآن تتكلم اسم الشرعية، المقاومة، أحزاب سياسية، لكن الرافعة لفبراير، ثورة فبراير، شباب فبراير، أين هم؟ أين موقعهم اليوم؟ أهداف ثورة فبراير جميعها الذي خرج شباب فبراير مطالبة بها تم صياغتها في وثيقة الحوار الوطني. هذه الوثيقة أصدر بقرار مجلس الأمن أنها يجب على الجميع الالتزام بها، وهي إحدى المرجعيات. اليوم شباب الثورة عندما خرجوا في 2011 لم يقتحموا أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، فاليوم هم اليوم في هذه اللحظات شباب الثورة يدافعون عن مؤسسات الدولة، يقاتلون في جبهات المقاومة من أجل عادة الدولة التي لم في 2011 لم يقتحموا أي مؤسسة من مؤسساتها وحافظوا عليها واعتبروها هي ملك للشعب وهي دولتهم. فهذه هي الرافعة الحقيقية لشباب فبراير، وهذا الصوت الحقيقي اليوم موجود في جميع ساحات الحرية والمقاومة من أجل استعادة الدولة واستعادة الشرعية والاستفتاء على الدستور، من أجل عادة اليمن إلى وضعه الصحيح بعد أن حاول الإنقلابيين إخراجه عن وضعه الصحيح وإخراجه عن المسار الذي كان قد رسم لليمن بعد انتهاء الحوار الوطني. نعم، هل لا زال شباب فبراير بذات الزخم وبذات يعني الحماس الذي خرجوا في عام 2011 ولا زالوا بنفس الطريق ولن يتوقفوا حتى يتم تحقيق كل الأهداف التي تم الإعلان عنها، أم ربما الواقع الجديد الآن قد أوصلهم إلى قناعة أخرى وأهداف أخرى؟ عندما تسأل جرحى المقاومة ستعرف أنهم لا زالوا بنفس الزخم، زخم 2011. عندما تجد الشباب في جبهات المقاومة اليوم بمعنويات مرتفعة جدا، ستعلم أنهم لا زالوا بنفس الروح والقوة ولا زالوا يناضلون من أجل تحقيق أهدافهم، ولكن أجبروا شباب الثورة بعد أن خرجوا وأرادوها سلمية، أجبروا اليوم على الالتحاق إلى جبهات الحرية والنضال والكرامة من أجل استعادة دولتهم، أجبروا على حمل السلاح. فشباب الشباب الثورة لا زالوا بمعنويات مرتفعة جدا، وهم اليوم في جبهات المقاومة. لو كانوا روحهم قد هبطت، لو كانوا تخلوا عن فبراير ما التحقوا بجبهات المقاومة وبجبهات نعم. الحرية والكرامة نعم. كانوا سينضمون إلى الانقلاب أو سيتركون هذه الجبهات لغيرهم يعني. نعم، الكثير يتحدث من شباب فبراير بأنهم خدعوا في عام 2011 عندما خضعوا للأحزاب السياسية وللتسوية السياسية والمبادرة الخليجية،
وتم إعادة إنتاج النظام السابق بصورة أو بأخرى. الآن ربما نفس الإشكالية، شباب الثورة في الجبهات يقتلون ويضحون ويقودون هذه المعارك، لكن في النهاية من هم في الواجهة السياسية؟ هم أدوات النظام السابق ولم يتغير شيء. إذن نحن سنعيد خطأ آخر مثل ما حدث عام 2011. للأسف هذا خطأ كبير يحدث اليوم، ويجب على الجميع التنبه أنه إعادة تدوير مخلفات النظام السابق أو الفاسدين. نحن لسنا ضد أي شخص غير فاسد، لسنا ضد أي شخص نزيه، ولكن ما يحدث اليوم هو إعادة تدوير بعض الفاسدين من جديد إلى السلطة، وهذه برضو كارثة، وهذه هي إحدى الأسباب لتأخر انتصار المقاومة إلى اليوم، وتأخر انتصار الشرعية إلى اليوم، هي وضع رجال غير مناسبين في الأماكن الغير صحيحة، يعني وضع فاسدين في 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 مراكز مهمة داخل الشرعية، وهذه كارثة كبيرة تسبب تأخير النصر. نعم. طيب ابقي معي يا أستاذة نادية. إذا الآن مشاهدينا الكرام نذهب لمتابعة هذه المادة المعلوماتية، أعدها الزميل وديع عطا، عن ثورة فبراير، المنجزات والمعوقات، ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، واعود الى الناشطه الشبابيه في ثوره الشباب نادية عبد الله. نادية، كيف تابعت احتفاء اليمنيين هذا العام بالذكرى السابعه لثوره فبراير؟ هل كان عند مستوى الحدث؟ هل كان مثل ما احتفل اليمنيون في الاعوام السابقه ام تغير الحال؟ اعتقد الى حد ما كان لا باس، يعني عند مستوى الحدث مع بعض القصور الذي او بعض القصور البسيطه التي شاهدنا في بعض المحافظات، واعتقد بسبب تازم الوضع والوضع الاقتصادي الحالي لم يكن بنفس الزخم السنوات السابقه، ولكن في الاول والاخير احتفل الجميع ب 11 فبراير، شاهدنا معظم المحافظات احتفلت بهذا العيد، ايضا كثير من الجاليات اليمنيه في الخارج احتفلت ايضا ب 11 فبراير، اوقدت الشعله من ساحه الحريه من تعز، الكثير من الاحتفالات، اعتقد ايضا شباب الثوره اللي في الجبهات والمقاومات ما يقومون به هو ايضا احتفال ب 11 فبراير. نعم. الآن إذا تحدثنا عن الخطوة الآن القادمة أو المعوقات التي تقف الآن عثرة أمام استعادة الدولة وأمام تحقيق شباب فبراير للحلم الذي خرجوه في عام 2011، ما هي؟ أعتقد من أهم المعوقات الذي أمام شباب الثورة وأمام 11 فبراير تحقيق أهدافها هو استعادة الدولة. اليوم الجبهات في كل مكان يحصل تأخر كبير في التقدم وتحرير، بالذات تحرير العاصمة صنعاء، فيجب تحرير هذه العاصمة، أيضا انحراف بعض دول التحالف عن الأهداف التي جاءت
من أجلها، وأحداث عدن هي أكبر دليل على ذلك، يعني محاولة سياسة اليمن أو تقسيم اليمن. هذه برضو أيضا تعتبر عائق كبير، بعض الميليشيات التي تشكلت اليوم في عدن، وأيضا محاولة الآن إعادة تشكيل ميليشيات جديدة خارج نطاق الشرعية، ميليشيات لطارق صالح وغيره، محاولة تشكيلها في الضالع وفي المناطق الجنوبية، هذه أيضا ستعيق أكثر استعادة الدولة واستعادة الشرعية بالأساس. شكرا جزيلا لك يا الناشطة في الثورة الشبابية السلمية الأستاذة نادي عبد الله، كنت معنا من اسطنبول، ونشرك معنا في الحديث الأستاذ عبد الرحمن باتيس وأحد شباب الثورة. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. مرحبا أستاذ بشير، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. إذا تحدثنا عن الزخم الثوري والاحتفال بذكرى فبراير في المحافظات الجنوبية، كيف تابعته هذا العام؟ ربما كانت هناك يعني ليست بنفس الزخم ولا بنفس الحضور في السنوات الماضية، ما الذي تغير؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أستغل هذه الفرصة لأرفع من هذا المنبر أسماء آيات التهاني والتبريكات لكل الأحرار في كل ربوع الوطن، وأيضا في المهجر بمناسبة هذه الذكرى، الذكرى السابعة لثورة 11 من فبراير، اليوم الوطني المجيد الذي أسقط حكم الاستبداد والحكم العائلي في اليمن إلى غير رجعة إن شاء الله. نعم. بكل تأكيد الذكرى السابعة تأتي في ظل أوضاع جديدة خاصة في المحافظات الجنوبية، لم يكن الاحتفال في المحافظات الجنوبية بالشكل اللي كنا نقيمه في السنوات الماضية، لما للوضع اللي آلت إليه الأمور، أولا بسبب الحرب، ثانيا بسبب المشاريع الأخرى التي بدأت الآن تظهر على السطح في الجنوب للأسف الشديد في عدن وفي الأحداث. حضرموت بالنسبة لحضرموت دائما يعني أبناء حضرموت مثل ما هو معهود عنهم يؤثرون السلم والهدوء على افتعال أي شكل من أشكال، حتى لو كان إيماننا وقيمنا ونضالنا في الثورة الشبابية أو أي مشروع يتبناه أبناء حضرموت يعبرون عنه بطرق ربما تختلف عن غيرهم في طريقة التعبير عنه. نعم. الثورة هي إيمان، هي فكر، هي سلوك، لا ممكن أن تعبر عنه بأكثر من شكل، مش فقط بالتجمهر أو بالتظاهر أو بإحياء الاحتفالات، مع أن احتفالنا بذكرى السابع من بذكرى السابعة ل 11 فبراير هي احتفال بيوم وطني ينبغي للقيادة السياسية وللسلطات المحلية هي من تقيم هذه الفعاليات رسميا سواء أو حتى السفارات في الخارج. نعم. هل نستطيع القول بأن الجناح الحراك الانفصالي طغى على حضور شباب فبراير، هؤلاء الشباب الذين كانوا لديهم رؤية كاملة حول مستقبل اليمن وشاركوا في مؤتمر الحوار الوطني وربما ينظرون إلى بقاء اليمن ربما بصورة معاكسة لما يراه الانفصاليون والحراك الانفصالي الذي يطالب بحق تقرير المصير وبدولة الجنوب كما يقولون؟ لإخواننا في الحراك الجنوبي، إذا تعبير خلينا نقول عنهم إخواننا وشركائنا في النضال لتحقيق المطالب المشروعة، هناك لدينا فصائل كثيرة في الحراك الجنوبي، منها بعض الفصائل التي نتفق معها جدا مع أهداف الثورة الشبابية، والشهيد والأستاذ عبد الله الدكتور الشهيد عبد الله أمين عام الحراك الجنوبي السابق الذي الناخبي عبد الله الناخبي. نعم عبد الله الناخبي. نعم الله يرحمه، كان أعلن هكذا أن الثورة الشبابية السلمية تتجه في نفس اتجاه الأهداف التي رفعناها نحن كحراك جنوبي، وبذلك أعلن انضمام للثورة الشبابية. فهناك فصائل في الحراك الجنوبي نتفق معها في الأهداف، لا يمكن أن نتصادم معها، بل ويؤيدون بعض المطالب التي نرفعها نحن، ونحن نؤيد بل ونخرج معهم أحيانا في بعض المسيرات، لكن هناك من الحراك من يناصبنا العداء، وممكن أن نقول يتكمص اسم الحراك وهم لديهم أهداف أخرى، ونراهم كثيرا الآن في عدن وفي بعض المحافظات ممن يفتعلون يعني ممكن أحداث عنف وغيرها في مناطق في المحافظات. نعم. الجنوبية بكل تأكيد هذه ألقت في ظلالها على فعاليات شباب الثورة الشبابية السلمية في الجنوب، لكن ومع هذا خرج الشباب في عدن، ونحن شاهدنا في مواقع التواصل الاجتماعي الاحتفاء بالذكرى السابعة وأطلاق الألعاب النارية في سماء عدن
الاحتفاء في ليلة 11 من فبراير في عدن. نعم. سؤال أخير الآن أستاذ عبد الرحمن، أودعك فيه الآن، رسالة شباب فبراير على الأقل في المحافظات الجنوبية الآن ما هي، وما هي الآمال التي يتمنوها الآن في ظل ما أنتجت الحرب من واقع الآن سواء في المحافظات الجنوبية وعلى مستوى اليمن بشكل عام؟ إن كانت هناك من رسالة أرفعها لإخواني في المحافظات الجنوبية ولكل من يتوق إلى تحقيق وحل القضية الجنوبية حلا عادلا و الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة لكل للنضال لطيلة السنوات السابقة من انطلاق الحراك الجنوبي أو الثورة الشبابية السلمية في الجنوب، كل من يتوق إلى بناء يمن آمن قوي يسوده الأمن والازدهار والنهضة سواء في الشمال أو في الجنوب، لكل من يأمل الاستقرار والهناء في حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرة والضالع وعدن وأبين وكل محافظات الجنوب، أن نعي المؤامرات التي تحاك لنا كجنوبيين أو كحضارم، أن نعي كل من يسعى لخدمة الجنوب وحضرموت أو المناطق الشرقية والجنوبية أو من يسعى لخدمتنا، لننظر ما هي المشاريع التي تحقق لنا الأهداف التي تبنيناها. هناك هناك الثورة الشبابية السلمية خرج فيها شباب يطالبون برفعوا شعار القضية الجنوبية هي مدخل لحل كل مشاكل اليمن، وأوصلوا اليمن إلى الحوار الوطني الشامل الذي أفرز وثيقة وطنية أجمع عليها الداخل والخارج وجاءت قرارات مجلس الأمن لتؤكد عليها حلا عادلا لكل مشاكل اليمن بما فيها القضية الجنوبية، وأعطت نعم. الجنوب نصف في المؤسسات الوطنية 50، لم يحصل جنوبيون على مثل هذه الإنجازات التي أعطتها وثيقة نعم. الحوار الوطني الشامل، وكلها فعلا يعني بفضل ثورة فبراير ويعني شباب فبراير الذين كانوا الفضل نعم. لكل من خرج يطالب بالحقوق ووقفة شجاعة في وجه النظام الاستبدادي سواء من النشطاء وقيادات الحراك السلمي الجنوبي الذين خرجوا لرفع مطالب مشروعه وأيضا الثورة الشبابية السلمية. كل أشكرك. هذه الجهود أفرزت حوار نعم. وطني شامل أنتج وثيقة وطنية لا يمكن لأي حل سياسي الآن في اليمن أن يخرج عنها، وأكدت عليها كل المبادرات وأيضا أشكرك. بما فيها عاصفة الحزم وبما فيها قرارات مجلس الأمن. أشكرك جزيل الشكر الناشط في ثورة الشباب من أبناء حضرموت عبد الرحمن باتيس. مشاهدينا الكرام، لم يبقى إلا أن نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك ونقرأ بعضا من هذه التعليقات. البداية مع صديق البرنامج الأخ حسن القدسي يعلق بالقول: الذكرى السابعة لثورة فبراير تأتي هذه المرة وقد ذهب الطاغية الأكبر من رقص على رؤوس الثعابين لمدة تجاوزت 30 عام، ثورتنا مستمرة والعبء ثقيل علينا عاد المراحل طوال. حسن القدسي. رأي آخر أيضا أحمد الحمادي يعلق بالقول: تحقق إسقاط التوريث وإظهار عفاش على حقيقته، كذلك معرفة الجيش المزعوم والهش الذي بني من حق الشعب مدة 3 عقود، إظهار الفاسدين والقتلة والمجرمين ولم يعد أحد يجهلهم بعدما بقوا 3 عقود يخادعون الشعب بخطبهم الرنانة ووطنيتهم المزيفة. أحمد الحمادي. رأي أيضا من صديق البرنامج الأخ حافظ مطير: كان شباب 11 من فبراير أول المدافعين عن الجمهورية، كما كانوا أول من استشعر الخطر الإمامي وواجهوه فكريا وثقافيا في الساحات، كما كانوا هم الهدف الأول للسلاليين والذي صار معظمهم الآن ما بين شريد وسجين وشهيد ومعاق، وهم من يواجهوا ميليشيات الحوثية السلالية في الجبهات. حافظ مطير. إذن بهذا الرأي نكون في رأي أخير. إذن رأي أخير من الأخ علي العامر يعلق بالقول: سيذهب الجميع وستبقى ثورة 11 من فبراير المجيدة معلما بارزا في تاريخ الشعب اليمني بسلميتها وطهر شبابها وتضحيات شهدائها واتساع رقعتها على امتداد الأرض اليمنية. سهلا و
وعراق. إذا علي العامري، نختم بهذا الرأي ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. تقبلوا في الختام تحيا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.